بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله المعصومين، وبعد. اليوم إن شاء الله نأخذ موضوع المفعولات، ونأخذ من المفعولات المفعول المطلق والمفعول لأجله. المفعولات هي من المنصوبات، يعني أنها تصنف في النحو العربي من الأسماء المنصوبة. نأخذ اليوم إن شاء الله من المفعولات المفعول المطلق. ما هو المفعول المطلق؟ هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله، أو بيانا لنوعه، أو بيانا لعدده. مثاله: ضربت ضربا، مشيت مشيا، قتلت قتلا، وسرت سير زيد، ونقول أيضا جاهدت جهاد المؤمنين، وضربت ضربتين، أو تقول طرقت طرقتين. هذا هو المفعول المطلق، هو توكيد لعامله. يعني ما معنى هالكلام؟ يعني أنه سمة المفعول المطلق أنه يأتي في أغلب الاستعمال اللغوي، يشبه ماذا؟ يشبه لفظ الفعل، يشبه لفظ الفعل، يأتينا مشابها للفظ الفعل. يعني مثلا إذا قلت ضرب، الفعل ضربا هو المفعول المطلق أو المصدر. قلت قتل، الفعل المفعول المطلق يشبهه لفظا. ماذا تقول؟ قتل قتلا، ذهب ذهابا، إلى آخره. يعني أن المفعول المطلق هو كأنه أتي به من لفظ فعله، توجد حالة تشابه بين الفعل والمفعول المطلق. وسمي مفعولا مطلقا لماذا؟ لصدق المفعولية عليه، يعني أنه ماذا؟ ليس بمقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات التي سنأتي على ذكرها، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا. هذه المفعولات لا يقع عليها اسم المفعول إلا بقيد خاص أو معين، كالمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له. هذه المفعولات لها قيود خاصة أو معينة بها. أما المفعول المطلق فهو ليس فيه قيد خاص به. ما الذي ينصب المفعول المطلق؟ يعني ما الذي يحدث فيه النصب؟ العامل فيه هو إما المصدر، وإما الفعل، وإما الوصف. المصدر مثاله: عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. أين المصدر في هذا المثال؟ المصدر ضرب. حينما نقول من ضربك، ضرب هو المصدر، عمل ماذا؟
عمل النصب في ضربا. لفظ ضربا هو المفعول المطلق الذي نصب هاهنا. من الذي نصب هذا المفعول المطلق؟ الذي نصب المفعول المطلق هو المصدر ضرب. أو ينصب بالفعل، أو ينصب بالفعل، فنقول ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا. فضربا هو المفعول المطلق وهو منصوب بالفعل. ما هو الفعل؟ الفعل ضرب، هو الذي نصب ضربا على أنه مفعول مطلق. أو ينصب بالوصف، الوصف المقصود به ها هنا هو اسم الفاعل، اسم الفاعل. لاحظ أنا ضارب زيدا ضربا. ضارب هو على زينة فاعل وهو اسم فاعل، يعمل في الاسم الذي يليه النصب. فضارب ها هنا أحدث النصب في لفظ ضربا. لماذا؟ لأنه نصبه ها هنا مفعولا مطلقا. والملاحظ، لاحظ هذه الألفاظ، ضربك ضربا، ضربت ضربا، وضارب ضربا. المفعول المطلق كأنه صيغة من لفظ العامل فيه، صيغة من اللفظ العامل فيه، فهو يشبه مشابهة كبيرة اللفظ العامل العامل فيه. يعني إذا كان اللفظ العامل فيه فعلا فهو يشبهه، وإن كان وصفا أيضا يشبهه، وإن كان مصدرا أيضا يشبهه. الآن نتحدث عن أنواع المفعول المطلق. لو عدنا إلى التعريف، تعريف المفعول المطلق، ماذا يقول التعريف؟ هو المصدر المنتصب، لاحظ، توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده. يعني هذا من هذا التعريف هي، أو صيغة التعريف على أساس الأنواع التي تأتي في الاستعمال اللغوي على أنها ماذا؟ مفعول مطلق. فأنواع المفعول المطلق هي ثلاثة أنواع، أو له ثلاثة أحوال في الاستعمال اللغوي. أحدها أن يكون مؤكدا، مؤكدا لعامله. مثاله تقول ضربت ضربا. مشيت مشيا إلى آخر. هذه يعني حينما يكون لفظ المفعول المطلق مؤكدا لعامله. النوع الثاني أو الوجه الثاني أو الحال الثاني أن يكون مبينا للنوع، مبينا للنوع. ما المراد بالنوع؟ يعني مبينا لنوع العامل فيه. فنقول سرت سير ذي رشد، سرت سير ذي رشد، أو سرت سيرا حسنا، أو تقول جاهدت جهاد المؤمنين. هذا المثال تقول سرت سير ذي رشد. سرت هو العامل. كيف كان المسير؟ كيف كان المسير؟ تقول ماذا؟ تقول سير ذي رشد. أو مثلا لدينا شاهد قرآني هو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كيف كان الأخذ؟ كان أخذ عزيز مقتدر. فأخذ هو مفعول مطلق وهو جاء هنا مبينا للنوع، بمعنى أن المفعول المطلق يأتينا ماذا؟ مضاف إلى غيره.
مضاف إلى غيره، فهو يبين ماذا؟ يبين النوع أو الهيئة التي جاء عليها العامل فيه. النوع الثالث هو أن يكون مبينا للعدد، يعني عدد مرات حصول الفعل، عدد مرات حصول الفعل أو العامل فيه. مثاله تقول ضربت ضربة، أو تقول ضربت ضربتين، أو تقول ضربت ضربات، يعني أن المفعول المطلق ها هنا يبين ماذا؟ كم مرة حصل الفعل، كم مرة حصل الفعل أو العامل فيه. ففي المثال الأول ضربت ضربة حصل مرة واحدة، وفي المثال ضربت ضربتين حصل مرتين، وفي المثال الثالث ضربت ضربات حصل عدة مرات. هذا مبين لماذا؟ مبين للعدد، يعني عدد مرات حصول الفعل. هذه الأنواع التي يأتينا عليها المفعول المطلق. الآن نتحول إلى شيء آخر في المفعول المطلق، هو النائب عن المفعول المطلق، النائب عن المفعول المطلق، يعني أن الذي يأتينا في الكلام يعرب كأنه مفعول مطلق، سنتحدث عنه الآن، يسمى نائب المصدر في النصب على المفعولية المطلقة. ينوب عن المصدر ما يدل عليه. أول شيء ينوب عن المصدر أو عن المفعول المطلق هو لفظ كل وبعض، لفظ كل وبعض. ما بهما؟ مضافان إلى المصدر، مضافان إلى المصدر، يعني يضاف كل وبعض إلى المصدر. ما هو المصدر؟ الذي كان هو المفعول المطلق. مثال على ذلك، على كل، قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. وعلى بعض، ضربته بعض الضرب، ضربته بعض الضرب. لاحظ كل ها هنا هي تعرب ماذا؟ أخذت مكان المفعول المطلق، ولو حذفنا لفظ كل ماذا؟ لأصبح الميل هو المفعول المطلق. إذن هذه ماذا؟ كل وبعض تضاف إلى المصدر، تضاف إلى المصدر، وفي الإعراب تكون هي النائبة عنه، يعني أنها التي تعرب مفعولا مطلقا. أول شيء هو كما قلنا كل وبعض ينوب عن المفعول المطلق في النصب، والشيء الآخر هو المصدر المرادف للمفعول المطلق. مثاله لاحظ، نقول قعدت جلوسا وأفرح الجدل، أو تقول فرحت سرورا أو سررت فرحا. لاحظ القعود يرادف ماذا؟ الجلوس. وحينما نقول سررت فرحا، السرور كذلك يرادف ماذا؟ يرادف الفرح. فهذا المصدر نابع عن ماذا؟ بدل أن أقول قعدت قعودا ماذا قلت؟ قلت قعدت جلوسا. فجلوسا ها هنا يعرب ماذا؟ هو يعرب مفعول مطلق، وقد ناب. لماذا قيل عنه أنه نائب عن المصدر؟ لأن من عادة هذا المصدر في الاستعمال اللغوي أن يشابه لفظ الفعل العامل فيه، أو يشابه العامل فيه، يعني حينما يكون العامل فيه هو فعل، فالمفعول المطلق يشابه لفظ هذا الفعل. في هذه الأمثلة نقول قعدت جلوسا، أو فرحت سرورا، أو سررت فرحا،
لا يختلف المعنى وإنما فقط الألفاظ اختلفت، ولذلك قيل أن المفعول المطلق بهذا اللفظ قد أنيب عنه. الثالث من الذي ينوب عن المفعول المطلق هو اسم الإشارة، هو اسم الإشارة. مثاله تقول ضربته ذلك الضرب، ضربته ذلك الضرب. لاحظ ذلك هو ماذا؟ هو اسم الإشارة الذي ناب عن ماذا؟ ناب عن المصدر، فهو الذي يعرب إعراب المفعول المطلق. الرابع من الذي ينوب عن المصدر الضمير، ضمير المصدر هو أو ضمير المفعول المطلق هو الذي ينوب عنه. مثاله تقول ضربته زيدا، ضربته زيدا. الهاء ها هنا هي الضمير الذي ناب عن ماذا؟ ناب عن المصدر أو المفعول المطلق. معنى هذا الكلام أي ضربت الضربة، فبدل أن نقول ضربت الضربة زيدا قلنا ماذا؟ قلنا ضربته زيدا. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذبه أحدا من العالمين. فالهاء ها هنا في أعذبه هي النائب، الضمير النائب عن المفعول المطلق أو المصدر. ومعنى الكلام لا أعذب العذاب، لا أعذب العذاب. فبدل أن يقول لا أعذب العذاب قال ماذا؟ لا أعذبه. الآخر الذي ينوب عن المفعول المطلق أو المصدر هو العدد، عدده. مثاله تقول ضربته 20 ضربة، ضربته 20 ضربة. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. فثمانين وعشرين ها هنا هو العدد الذي ناب مناب المصدر، يعني أنه وضع في محل المفعول المطلق في التركيب. النيابة ها هنا أنه يوضع في محل المفعول المطلق أو المصدر في التركيب، بمعنى أنه يعرب إعراب هذا الاسم. ومن الذي ينوب عن المفعول المطلق أو المصدر هو الآلة، الآلة. مثاله ضربته صوتا، ضربته صوتا. والأصل ما هو؟ ضربته ضرب صوت، أصل الكلام ضربته ضرب صوت. فالآلة ها هنا نابت عن أي شيء؟ نابت عن المفعول المطلق بأنها وضعت بمحله من الكلام، فحذف ها هنا المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. هذه الأسماء أو الألفاظ التي تنوب عن المفعول المطلق في التركيب فتحل محله، بمعنى أنها تعرب إعراب المفعول المطلق. بعد أن وقفنا على المفعول المطلق من حيث التعريف والأنواع والعامل، نقف الآن على حذف العامل فيه، يعني حذف الفعل الذي نصب المفعول المطلق، نصب المصدر. المصدر ها هنا وهو المفعول المطلق، إما أن يكون مؤكد أو لا يكون مؤكد. المؤكد
لا يجوز حذف عامله، يعني لا يجوز حذف الفعل الذي نصب المفعول المطلق. مثلا نقول ضربت ضربا، ها هنا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز حذف الفعل. لماذا؟ لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، يعني له هذه الوظيفة، لذلك لا يجوز حذفه. أما النوع الثاني غير المؤكد فيحذف عامله على وجهين، إما يكون الحذف جوازا وإما وجوبا، يعني له حالتان من الحذف. المصدر غير المؤكد يجوز حذف عامله جوازا ووجوبا. يحذف جوازا متى؟ إذا دل عليه دليل. مثلا نقول سير زيد، لمن قال أي سير سرت، يعني في سياق الاستفهام. أكثر ما يكون الحذف في العربية في سياق الاستفهام، نقول سير زيد وضربتين، لمن قال كم ضربت زيدا، أيضا في الاستفهام. والتقدير ما هو؟ سرت سير زيد وضربته ضربتين. هذا ماذا؟ هذا الحذف جوازا. الآن نتحول إلى الحذف الوجوبي. هناك مواضع يحذف فيها عامل المصدر وجوبا. ما هي هذه المواضع؟ إذا وقع المصدر بدلا من فعله. الموضع الأول، إذا وقع المصدر بدلا من فعله، يعني هو ينوب عن فعله. متى يقاس هذا الحذف؟ يقاس في سياق الأمر والنهي. سياق الأمر والنهي يجوز فيه الحذف، يعني في الطلب حينما يكون بصيغة الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام كما سنأتي عليه. أما في سياق الأمر لدينا مثلا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا صيغة أمر جاءتنا بفقط المذكور هو المفعول المطلق، والفعل الذي نصب المفعول المطلق محذوف، وهو محذوف وجوبا ها هنا. لماذا؟ لأن هذا المصدر هو المفعول المطلق قد ناب عن فعله، كأنه قال وبالوالدين أحسن إحسانا. وإذا كان الخطاب للجمع وبالوالدين أحسنوا إحسانا، فالفعل الذي نصب هذا المصدر هو محذوف وجوبا للصياغة، لأن الصياغة كانت في أسلوب الأمر. ونقول قياما لا قعودا، فقياما أيضا هو مصدر دال على الأمر، ولا قعودا هو ماذا؟ مصدر مسبوق بلا ناهية. إذن الطلب ها هنا أمر ونهي، تفسيره قم قياما ولا تقعد قعودا. ونقول فحذفنا ماذا؟ حذفنا الفعل قم وأبقينا المصدر فقط قياما، وحذفنا تقعد وأبقينا فقط المصدر المنصوب. لماذا؟ لأن سياق الكلام ها هنا في الأمر والنهي. ونقول سكوتا لا تكلما، سكوتا لا تكلما بمعنى اسكت سكوتا ولا تتكلم تكلما، أيضا ها هنا في سياق الأمر والنهي. كذلك يحذف المصدر ها هنا عامل المصدر وجوبا إذا كان في سياق الدعاء. مثاله تقول سقيا لك، سقيا لك،
المصدر هو سقيا ها هنا، وقد حذف عامله وجوبا. لماذا؟ لأنه في صيغة الدعاء بمعنى أي سقاك الله، أو تقول رعيا بمعنى رعاك الله. ها هنا يحذف عامل المصدر وجوبا لأنه ورد في سياق الأمر والنهي والدعاء. كذلك أيضا يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع هذا المصدر المفعول المطلق المنصوب بعد الاستفهام المراد به التوبيخ. الاستفهام المراد به التوبيخ حينما يأتي بهذه الصورة يحذف عامل المصدر وجوبا. مثاله: أتوانيا وقد علاك المشيب، أتوانيا وقد علاك المشيب. المصدر ها هنا الذي حذف عامله هو أتوانيا، وهو مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره أتتوانى توانيا. ومثال آخر نقول: أبخلا وأنت واسع الغنى، أبخلا وأنت واسع الغنى. هذا لا يراد منه ماذا؟ الاستفهام بمعناه الحقيقي، وإنما يراد منه ماذا؟ يراد منه الإنكار، يراد منه التوبيخ عفوا. كأنه يقول له: ماذا أتبخل بخلا وأنت واسع الغنى؟ في مثل هذه الأحوال اللغوية يحذف المصدر وعامل المصدر وجوبا. يقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر. في مثل هذا المورد حذف الفعل قليل. مثاله: تقول أفعل وكرامة، أفعل وكرامة. ها هنا المصدر الذي حذف فعله هو كرامة، كرامة، والتقدير ما هو؟ أي وأكرمك كرامة. المصدر في مثل هذه الأحوال يكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا، بفعل محذوف وجوبا. لدينا شاهد نحوي استشهد به سيبويه، وهو قول الشاعر: على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. الشاهد فيه هو قوله فندلا، وهو مصدر ها هنا حذف فعله وجوبا، يعني هو مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا. التقدير الكلام ما هو؟ أندل ندلا. فحذف ها هنا الفعل وبقي المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا. هذا فيما يتعلق بالموضع الأول الذي يجب فيه حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق. الموضع الثاني: متى يجب الحذف؟ يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، إذا وقع تفصيل لعاقبة الذي تقدم عليه. مثاله قوله تعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. الشاهد في قوله تعالى: فإما منا وإما فداء. منا وفداء ها هنا هما ماذا؟ مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنهما جاء تفصيل لعاقبة الذي ذكر قبلهما، يعني ما هو سياق الآية؟ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. كيف يكون هذا العمل؟
إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، كيف يكون؟ فصل القول في هذا بإيراد المصدرين، فإما منا بعد وإما فداء. هذا هو التفصيل الذي جاء بعد الكلام المتقدم عليه. في مثل هذه الحال يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق أو المصدر. الموضع الثالث الذي يجب فيه حذف عامل المصدر إذا ناب المصدر عن فعل استند الاسم عن هذا الفعل. المحذوف هو ماذا؟ هو خبر عن مبتدأ، هذا المبتدأ هو اسم عين، يعني اسم ذات، له ذات. يأتينا الخبر، ما هو الخبر؟ يأتينا جملة فعلية متكونة من الفعل المحذوف والمصدر الذي أبقي في سياق الكلام. المبتدأ هو ماذا؟ هو اسم عين، مثلا زيد، محمد، علي، سيارة، مطر، أسد، إلى آخره. هذه ماذا؟ هذه أسماء عين لأنها تدل على ذات، هذا المراد باسم العين. في أي سياق إذا كان اسم العين موجودا في الكلام؟ إذا كان المصدر هذا الذي أبقي وحذف فعله، إذا كان المصدر مكررا أو محصورا بإنما أو بإلا. إذا كان المصدر مكررا أو محصورا فيجب ماذا؟ أن يحذف الفعل الناصب له. مثال المكرر نقول ماذا؟ حينما يكون المصدر مكررا تقول زيد، لاحظ الآن زيد هو ماذا؟ هو اسم عين ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر له، فنقول ماذا؟ زيد سيرا سيرا. الآن الفعل محذوف وجوبا، لماذا محذوف وجوبا؟ لأن سيرا المصدر قد تكرر بأكثر من لفظ، وهذا التكرار ماذا؟ أوجب أن يحذف العامل في هذا المصدر. تقدير الكلام زيد يسير سيرا، لاحظ زيد يسير سيرا، فحذف الفعل يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. التكرير ها هنا كانت له وظيفة، هو أنه قام مقام الفعل المحذوف. مثال المحصور، المحصور إما بأنما أو بإنما أو بإلا. في حال إلا نقول ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا. سيرا ها هنا هو المصدر المحصور، وهو منصوب وجوبا. لماذا منصوب بفعل محذوف وجوبا؟ لماذا؟ لأنه جاء محصورا بإلا. والمحصور بإنما مثاله إنما زيد سيرا، إنما زيد سيرا. فسيرا ها هنا هو المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنه محصور بالأداة إنما. تقدير الكلام في هذين المثالين هو ما زيد إلا يسير سيرا، وإنما زيد يسير سيرا. فحذف من المثالين الفعل يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. مثال آخر نقول المطر سحا سحا، هذا في التكرير. المطر هو أيضا اسم عين وخبره جملة فعلية متكونة من الفعل المحذوف والمتبقى من هذه الجملة. حذفنا الفعل لماذا؟ لأننا كررنا المصدر المنتصب بأكثر من لفظ. قلنا ماذا؟ المطر سحا سحا، كأننا قلنا المطر يسح سحا.
وإن أتينا به بأداة الحصر نقول وإنما إنما المطر سحا، إنما المطر سحا، كأننا قلنا ماذا؟ إنما المطر يسح سحا. والحصر بالأداة إلا نقول ما المطر إلا سحا. تقدير الكلام ما هو؟ ما المطر إلا يسح سحا، ولكن حذفنا ماذا؟ حذفنا الفعل يسح من هذه الأمثلة لوجود الكلام في سياق التكرار التكرير والحصر، وهذا السياق يوجب علينا أن نحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق أو المصدر. فإن لم يتكرر المفعول المطلق أو المصدر ولم يحصر بالأداة إلا أو بإنما لا يجب الحذف، لا يجب الحذف، بل يجوز الإظهار والحذف. مثاله تقول زيد سيرا، لاحظ زيد ها هنا هو اسم العين وسيرا هو المصدر المنتصب، ولكن في مثل هذه الحال لا يجب الحذف، وإنما يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف. فنقول وتقدير الكلام زيد يسير سيرا، فإن شاء المتكلم حذف الفعل بهذا القول زيد سيرا، وإن شاء ذكره فيقول زيد يسير سيرا. ومن المواضع أيضا التي يجب فيها حذف العامل في المصدر هي أن يكون هذا المصدر مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، أن يكون هذا المفعول المطلق مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، يعني مؤكد للجملة التي سبقت له أو لغيره في حينما يغيره في المعنى. نأتي على النوع الأول وهو المؤكد لنفسه، هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، الجملة لا تحتمل غيره. مثاله تقول له علي ألف عرفا، له علي ألف عرفا، عرفا ها هنا معناها اعترافا، فهو المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا. لماذا؟ لأن هذا المصدر جاء مؤكدا لنفسه، يعني جعل نفسه نصا للجملة التي سبقت له. الآن أنت حينما تقول له علي ألف، فبدل أن تعيد هذه الجملة له علي ألف له علي ألف، قلت ماذا؟ له علي ألف اعترافا، يعني كأنني أنا أعترف أن له علي ألفا. فاعترافا هو بمثابة ماذا؟ بمثابة تكرار للجملة السابقة له، كأن اللفظ هو، بدل أن يقول له علي ألف له علي ألف قال ماذا؟ له علي ألف عرفا، أي اعترافا. فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير اعترف اعترافا، ويسمى هذا مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة التي جاءت قبله، وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل غيره. أما المؤكد لغيره، ما معنى المؤكد لغيره؟ هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، يعني هو بخلاف المصدر المؤكد لنفسه، فتصير بذكره نصا فيه، يعني بذكره تكون كالأولى بأنه يؤكد نفسه. ف
فتصير بذكره نصا فيه. مثال على ذلك حتى يتضح الأمر، تقول أن تبني حقا، أن تبني حقا. حقا ها هنا هو المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا، تقديره أحقه حقا، أحقه حقا. لماذا سمي ها هنا مؤكدا لغيره؟ سمي مؤكدا لغيره لأن هذه الجملة أن تبني، أنت ابني، تحتمل ماذا؟ تحتمل وجهين من المعنى. المعنى الأول أنه أنك أنت ابني في الحقيقة، ابني في الحقيقة. والمعنى الثاني الذي تحتمله هو أنك ابني مجازا، يعني أنك بمنزلة ابني في الحقيقة. الآن هي تحتمل وجهين، ولكن لما جاء بالمفعول المطلق حقا تحولت الجملة السابقة للمفعول المطلق ماذا؟ إلى نص فيه، يعني أصبح المفعول ماذا؟ مؤكد للجملة السابقة لما جاء بعد هذه الجملة. قال أن تبني حقا. وظيفة حقا ها هنا ما هي الوظيفة له؟ هو أنه قد أكد الجملة السابقة له. كيف أكد هذه الجملة؟ لأنها تحتمل وجهين كما قلت، تحتمل البنوة الحقيقية وتحتمل البنوة المجازية. فلما جاء بهذا المصدر أصبحت البنوة حقيقة، أصبحت البنوة الحقيقية وليست المجازية. ها هنا هذه هي وظيفة المفعول المطلق أو المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا. الموضع الأخير الذي يجب فيه حذف عامل المصدر هو إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. يحذف عامل المصدر وجوبا، يعني الفعل الناصب للمصدر يحذف وجوبا إذا قصد بالمصدر التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. نمثل حتى يتضح هذا الأمر. تقول لزيد صوت صوت حمار، وله بكاء بكاء الثكلى. لزيد صوت صوت حمار، وله بكاء بكاء الثكلى. لاحظ ها هنا أين المفعول المطلق أو المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا. المصدر المنتصب في المثالين هو قوله صوت حمار وبكاء الثكلى. هذا المصدر كيف هي طبيعة المعنى له؟ هو يشبه صوت زيد بأنه ماذا؟ يشبه صوت الحمار. ويشبه بكاء زيد بأي شيء؟ يشبهه ببكاء الثكلى، ببكاء الثكلى. هذا المراد من المصدر التشبيهي، يعني أنه ها هنا هو للتشبيه، وجاء بأي صورة؟ بصورة المصدر المنتصب بفعل محذوف وجوبا. تقدير الكلام ما هو؟ يصوت صوت حمار، يصوت صوت حمار. القاعدة ماذا تقول؟ بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. الآن من الفاعل ها هنا؟ الفاعل من صاحب الصوت؟ صاحب الصوت هو زيد، صاحب الصوت هو زيد. ومن صاحب البكاء؟ صاحب البكاء أيضا هو زيد. لذلك ها هنا حينما يقول لزيد صوت صوت حمار، صوت حمار منصوب بفعل ماذا؟ بفعل محذوف وجوبا.
فتقدير الكلام هو يصوت صوت حمار. من الذي يصوت؟ أيضا زيد. إذن الفاعل هو في المعنى زيد المذكور في الجملة السابقة. ها هنا المصدر ماذا؟ منصوب بفعل محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنه قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. فإن لم يكن هذا المصدر، فإن لم يكن هذا المصدر الجملة السابقة له، الجملة السابقة له في مثل هذه الحال، يعني لم يكن هناك جملة سابقة لهذا المصدر، هل يجب أن ينصب؟ لا، هو يجب أن يرفع. ها هنا مثال ذلك، تقول صوته، لاحظ صوته صوت حمار، وبكاؤه بكاء الثكلى. الآن المصدر ماذا؟ المصدر قد رفع، صوت حمار مرفوع وبكاء الثكلى أيضا مرفوع. لماذا؟ لأن الذي سبقه ليس بجملة، وإنما ماذا؟ وإنما هو مبتدأ، والجملة التي بعده هي خبر عنه. بل الجملة ها هنا ليست مشتملة على الفاعل في المعنى. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. المفعول الثاني من المفعولات المنصوبة هو المفعول له، ويسمى أيضا المفعول لأجله. أما تعريفه والشروط التي يجب أن تتوافر فيه فهو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل. يعني المفعول له أو لأجله هو مصدر، هذا من حيث البنية، ومفهم علة، يعني أن السامع يفهم من لفظ المفعول لأجله سبب الإتيان بالفعل، سبب الإتيان بالفعل. لما كأنه جواب لماذا؟ كأنه جواب لما أتيت بهذا الفعل، فيكون الجواب بأي لفظ؟ بلفظ المفعول لأجله. المشارك لعامله في الوقت والفاعل، بمعنى أنه يجب أن يتحد مع الفعل الذي يعمل فيه النصب في الزمن وفي الفاعل، يكون الفاعل واحدا والزمن هو. مثاله تقول جد شكرا، فشكرا ها هنا هو المفعول لأجله، وهو مصدر، وهو مصدر. تقول شكر شكرا، إذن هو ماذا؟ هو مصدر. هل نفهم منه علة الجد؟ نعم نفهم، فهو للتعليل. لماذا جد؟ لماذا يجد؟ لأجل الشكر، لأن معنى هذا جد لأجل الشكر. هل هو مشارك للفعل الذي عمل فيه النصب؟ نعم هو مشارك له، فالفعل هو جد مشارك له في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود، يعني زمنهما واحد، وفاعلهما أيضا هو واحد، فاعل الجود وهو نفسه المخاطب، فاعل الجود وفاعل الشكر. إذن هو مشارك له في الوقت والفاعل، وهو قد بين لنا السبب من الإتيان بالفعل. لماذا يجد؟ لأجل الشكر. وهل البنية مصدر؟ نعم البنية هي مصدر. مثال آخر،
نقول ضربت ابني تأديبا. لما ضرب الابن ها هنا؟ للتأديب. إذا تأديبا هو مفعول لأجله. بين لنا سبب الضرب، بين لنا سبب الضرب، وهو أيضا مشارك للفعل ضرب في أي شيء في الوقت، يعني أن زمن الضرب هو زمن التأديب، زمن الضرب هو زمن التأديب، والفاعل واحد. كأنه يقع ماذا في جواب لما فعلت الضرب؟ فقال تأديبا. حكمه هذا ماذا؟ حكم هذا الاسم هو جواز النصب. لماذا قيل جواز النصب؟ لأنه يجوز فيه أن ينصب وأن يجر. يجوز فيه النصب متى؟ إذا توافرت فيه هذه الشروط التي ذكرت في التعريف له، وهو أن يكون مصدرا مفهم، علة مشارك لعامله في الوقت والفاعل. يجب أن تتوفر فيه المصدرية وإبانة التعليل والاتحاد مع عامله في الوقت والفاعل. فإن فقد شرط من هذه الشروط، تعين جر المفعول لأجله بحرف التعليل وهو اللام، أو الجر بمن أو بفي أو الباء. فمثال ما عدمت فيه الشروط التي في التعريف، نأخذ أولا أن يختل شرط المصدرية، نقول فيه ماذا؟ مثاله جئتك للعشب وللماء. لاحظ جئتك للعشب وللماء، اللفظان ليس ماذا؟ ليس مصدرين، ليس مصدرين. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت، يعني في الزمن، نقول جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم للإكرام غدا. فكم زمن لدينا الآن؟ لدينا اليوم هو زمن، وغدا أيضا زمن، فليس ها هنا اتحاد في الوقت. أو نقول مثلا تأهبت أمس للسفر اليوم، تأهبت أمس للسفر اليوم. فأمس هو وقت واليوم أيضا وقت، فها هنا لا يوجد اتحاد في الوقت. أيضا المثال الذي فقد فيه شرط الاتحاد مع العامل، مع الفاعل عفوا، العامل مع الفاعل، مثاله تقول جئتك أو جاء زيد لإكرام عمر له، جاء زيد لإكرام عمر له. أو تقول جئت لأمرك إياي، جئت لأمرك إياي. وأحسنت إليك لإحسانك إلي، أحسنت إليك لإحسانك إلي. لاحظ ها هنا الفاعل ماذا؟ الفاعل لدينا فاعلان في هذه الأمثلة. فجاء زيد، من الذي جاء؟ زيد لإكرام عمر له. من المكرم؟ المكرم عمر. إذن الآن لا يوجد اتحاد بين العامل، والمفعول لأجله. العامل يعني الفعل الذي ينصب ماذا؟ الذي ينصب المفعول لأجله. وحينما نقول أحسنت إليك لإحسانك إلي، أيضا أحسنت، من الذي أحسن؟ الفاعل.
لإحسانك من الذي أحسن الثانية؟ هو المخاطب. إذن الفاعل غير متحد مع العامل. هنا فقدت الشروط، فهو ماذا؟ فهو يجر ولا ينصب. الآن نأتي على الأحوال التي يأتينا فيها المفعول لأجله في الاستعمال اللغوي. يأتينا المفعول لأجله في الاستعمال اللغوي على ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، والحال الثاني أو الحال الثانية أن يكون محلى بالألف واللام، والثالث الوجه الثالث أن يكون مضافا. لدينا ثلاثة أوجه: مجرد عن الألف واللام والإضافة، والثاني محلى بال، والثالث مضاف. هذه هي الأوجه التي يرد عليها المفعول لأجله في الاستعمال اللغوي. كل هذه الأوجه ما بها يجوز أن يجر بحرف التعليل. يجوز أن يجر بحرف التعليل، يعني يجر المفعول لأجله، أن يجوز أن يجر المفعول لأجله بحرف التعليل. لكن الأكثر، لاحظ الاستعمال كيف يكون الاستعمال. الأكثر في المجرد أنه ماذا؟ الأكثر في المجرد من الألف واللام والإضافة النصب وليس الجر. الأكثر في الحال الأول وهو المجرد عن الألف واللام والإضافة أنه يكون منصوبا. مثاله: ضربت ابني تأديبا. ضربت ابني تأديبا، هذا هو الكثير، أكثر من الاستعمال الثاني وهو الجر باللام. أما الوجه الثاني وهو الذي يكون محلى بال أو بالألف واللام، فهو بعكس هذا النوع الأول، يعني الأكثر فيه الجر باللام وليس النصب، وليس النصب عفوا. نقول فيه: ضربت ابني للتأديب. ضربت ابني للتأديب، الجر باللام هو الأكثر كما قلنا. أكثر من أي شيء؟ أكثر من الاستعمال اللغوي نحو ضربت ابني التأديب. ضربت ابني التأديب، يعني الوجه الثاني من استعمال المفعول لأجله هو ماذا؟ أن يكون محلى بال. الأكثر فيه ما هو؟ الأكثر فيه الجر باللام. أما الأقل فهو النصب. ومن الذي جاء على النصب قول القائل: لا أقعد الجبن عن الهيجاء. لا أقعد الجبن عن الهيجاء، الجبن هو المفعول لأجله، وقد جاءنا ها هنا مقترنا بأل التعريف وهو منصوب، يعني أنه جاء على الأقل. شاهد آخر على هذه الحالة وهي الأقل، أن يكون محلى بأل ومنصوب: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. الشاهد فيه في هذا البيت الشعري هو قوله الإغارة، هو ها هنا مفعول لأجله وقد جاءنا محلى بأل وهو منصوب، وهو على القليل. والكثير ما هو؟ الكثير أن يجر باللام. أما الوجه الثالث وهو المضاف، من الأوجه التي يستعمل فيها المفعول لأجله، فهو
جائز فيه الأمران، يعني يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر باللام. مثاله تقول ضربت ابني تأديبه، ضربت ابني تأديبه. ولك الخيار أن تقول ضربت ابني لتأديبه، ضربت ابني لتأديبه، يعني يجوز لنا النصب مع الإضافة ويجوز لنا الجر باللام مع الإضافة. ومما جاء من الشواهد الفصيحة الشاهد القرآني على صورة المضاف من المفعول لأجله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الشاهد فيه قوله حذر الموت، فحذر هو مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، الموت هو مضاف إليه. لدينا شاهد آخر من الشعر الفصيح وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. الشاهد فيه هو قوله ادخاره، حيث جاءنا ها هنا المفعول لأجله بصورة المضاف والمضاف إليه. ولدينا شاهد آخر في هذا البيت الشعري هو قوله تكرما، وهو أيضا مفعول لأجله ولكن بأي صورة؟ بصورة المجرد من أل التعريف والإضافة. هذا فيما يتعلق بالمفعول لأجله من حيث التعريف والشروط والأحوال التي يأتي عليها في الاستعمال اللغوي، وكذلك ما تطرقنا إليه في بداية المحاضرة عن المفعول المطلق وما يتعلق به من القواعد والوجوه التي يأتي عليها في الاستعمال اللغوي. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.